عسليمة. هيئة الحقيقة والكرامة تبحث وتتقسم شبركة في قضايا حقوق الإنسان، أما زيدا في الاعتداء على المال العام وانتهاكات الفساد المالي. وما بين المحاور اللي لقات فيهم الهيئة برشا فساد هو المجال العقاري. برشا طرق متاع فساد لقيناها، وهنا باش نفسروها لكم خاطر من حق كل مواطن باش يعرف كيفاش قاعدين يضروا فيه. أول طريقة هي استعمال حق الانتزاع للمصلحة العامة لفايدة مجموعة من النافذين. اللي يصير هو أنه الدولة أو منشأة عمومية تجي تفك أرض مواطن من أجل مصلحة عامة، كما باش يبنيو سبيتار ولا مدرسة ولا جزرنا، أي حاجة لمصلحة البلاد والمواطنين، ومن غير ما تكون فيها الشروط اللازمة للانتزاع، وحتى تعويض يكون بسوم أقل من حق الأرض برشا. كما تعرفوا المواطن ولا المواطنة هذه باش يرضى بالصفة عليه، بعد تجي الدولة تقول ليه بطلنا منه المشروع هذا، وفي الآخر يبيعوهم للناس الواصلة في البلاد. بلغة أخرى تبيع لهم بسوم رخيص ما يجيش عشر سوم السوق. الناس هذم ما تتوفرش فيهم شروط الانتفاع، ويزيدوا يعملوا لهم قانون بالذمة ليهم باش ياخذوا الأراضي هذوما. والناس اللي استنفعت بالعقارات هذه هما عائلة الرئيس السابق، أقاربه، وزراء، مسؤولين في الدولة، نقابيين وسياسيين. الطريقة الثانية هي مساهمة عمومية لتمكين متنافذين من مقاسم بأثمان بخسة، تتمثل في أنه يجيوا لشركة عقارية ذات مساهمة عمومية، وزراء ولا مستشارين ولا ممثلي الدولة بالشركة ولا مدراء عامين، يبيعوا لهم أراضي غير مهيئة بدون الالتزام بالمثال العمراني وبسوم رخيص على الأخر، ومن بعد يقدموا تعويضات للشركة هذه من مخزون العقاري، ولا تقول لهم الدولة نعوضوا لكم في بلاصة أخرى ونتلهي لكم بالتهيئة الكاملة للمشروع بليش. وحتى كان الشريك الأجنبي يعمل أخطاء قانونية يطفيوا عليه الضوء. ولقينا زادة إنه تجي شركة عقارية ذات مساهمة عمومية تبيع أراضي شركات تجارية أو مدنية للمقربين من النظام، رأس مالهم يكون مثال 150 مليون، وتاخو قروضات بالمليارات باش تشري العقارات هذه بسوم رخيص، واللي سومه الأصلي يساوي 10 مرات السوم اللي تباعت به. وهكا الشركة رأس مالها يكبر ويولي مئات المليارات. ومن بعد فما شكون يبيع العقارات اللي شراهم، وفما شكون يبيع الشركة بكلها ويتنفع بالامتيازات الجبائية، معناها ما يخلص شيء للدولة. طريقة ثالثة هي التفويت في أراضي دولية بالمراكنة والتدخل لتعديل سعر البيع. يجي واحد من عائلة الرئيس ولا المقربين من النظام ولا رجال أعمال شركات اللي تخدم في النظام، تعمل طلب شراء لملك عمومي أو انتفاع به، يقدموه لوزارة ولا بلدية، ومن بعدها يصير تدخل سياسي مباشر للموافقة، وبالطبيعة باش يبدأ كل شيء قال شنو قانوني. يجيب واحد من وزارة أملاك الدولة يقيم العقار بأقل من حقه برشا. الطريقة الرابعة هي الاستغلال التجاري للأراضي بالدينار الرمزي في إطار مشاريع وهمية. يجي واحد من المتنفذين في العائلة الحاكمة ولا من رجال الأعمال يقدموا مشروع وهمي ذو أهمية اقتصادية أو اجتماعية، كما مثلاً بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعملوا طلب للحصول على امتيازات عقارية بالدينار الرمزي، وبالطبيعة الدولة باش توافق على الشيء هذا. أما اللعبة اللي يعملوها هي في تحرير الكونترا، في عوض يكتبوا مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة يكتبوا مؤسسة تربوية، وهكا تتبدل صبغة المشروع إلى ربحي ويتمتع بامتيازات متاع مشروع اجتماعي. فما اللي يوصلوا يقريوا التلميذ بقرابة 6000 دينار في العام ويخلصوا كري دينار للدولة في العام أكهو. الخامسة هي التدخل لتغيير صبغة أرض من فلاحية إلى صناعية أو سكنية. يجيوا رجال أعمال ومقربين من السلطة يشريوا عقار
صبغتو فلاحية وبعدها يعملوا مطلب باش يبدلوا لهم الصبغة تولي صناعية يا سكنية. وحتى المواقع الأثرية ما سلمتش منهم. شيء هذا صار في كارتاج وقسموا أراضي مسجلة في اليونسكو، بدلوا لها صبغتها وبنوا فيها. وكل عادة تصير دراسة للملف على مستوى جهوي، وبالطبيعة مش باش يقولوا لهم لا، خاطرهم منهم فيهم. يبعثوا الدوسي متاعو لرئاسة الجمهورية تصدق على تغيير الصبغة، وهكا يزيد يربح أضعاف قيمة العقار. كل هذه الخروقات تمكنت الهيئة من تفكيكها، والإصلاح سهل، يكفي باش الحكومة تحط ناس كفاءات تسهر على تطبيق القانون وتكون يديهم انظفاء.